في قلب شبح الحرب الأهلية الذي يجتاح الولايات المتحدة، تقف ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية وجها لوجه في صراع معقد يتعلق بإدارة أزمة الهجرة المتفاقمة. هذه المواجهة تلقي الضوء على تحديات سياسية وقانونية، وتحمل في طياتها أسئلة أساسية حول السلطة المسؤولة في حماية الحدود الأمريكية، والتي قد تنفجر قريبا إلى حرب شعواء. قام حاكم ولاية تكساس غريك أبوت، الذي يعتبر من أنصار الحزب الجمهوري الذين يرفضون دخول المهاجرين إلى أراضيهم، قام بتوجيه اتهامات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتهاون المتعمد في التعامل مع موجة غير مسبوقة من الهجرة، مما أدى إلى تصاعد الأزمة على الحدود. ولكن من ناحيتها، ردت الحكومة الفيدرالية اللوم إلى أبوت، معتبرة أنه تخطى الحدود الدستورية الممنوحة له، خاصة بعد قيام ولايته بنشر أسلاك شائكة على الحدود وعرقلة عمل العملاء الفيدراليين. وفي الأيام السابقة اتجهت الأنظار إلى المحكمة العليا الأمريكية التي وجدت نفسها في قلب هذه المعركة القانونية، ولكن المحكمة العليا أبدت انحيازها إلى الديمقراطيين المتمثلين في الرئيس الأمريكي وحزبه، مما أدى إلى تزايد الحديث عن إمكانية انفصال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية إذ باتت الوحدة الأمريكية على المحك. يقول الديمقراطيون أن القضية لا تقتصر على الجدل السياسي والقانوني، بل تمتد لتشمل الأبعاد الإنسانية، فقد تسببت تلك الإجراءات المتخذة على الحدود في وفاة المهاجرين ووقوع أحداث مأساوية. ولكن أين أصوات هؤلاء الديمقراطيين فيما يحدث بغزة؟ فهم ينادون في الكونغرس ليلا ونهارا لدعم إسرائيل، بالرغم من المآسي التي يراها العالم في حق أهلنا الفلسطينيين. ولكن سياسة الكيل بالمكيالين هو الأمر المتبع هناك. أعلنت المحكمة العليا في أمريكا قرار إزالة الأسلاك والسماح للمهاجرين بالدخول، إلا أن حاكم تكساس الجمهوري أعلن رفضه تنفيذ هذه الإجراءات، فخرجت تقارير في الصحف الأمريكية تشير إلى اقتراب مواجهة مسلحة وإعلان استقلال تكساس عن البلاد. واليوم أهم العناوين في الصحف الأمريكية باتت تقول: هل ستنشب حرب أهلية بين الأمريكيين؟ تكساس تلوح بالانفصال عن الولايات المتحدة، ماذا يحدث لأمريكا؟ بدأت هذه الأزمة بالتصاعد مع قيام حاكم تكساس ببدء عملية تسمى لون ستار في مارس عام 2021، وهي عملية تضمنت نشر عناصر من الحرس الوطني في تكساس وغيرهم من موظفي إنقاذ القانون لدعم أمن الحدود ونشر الأسلاك الشائكة. ولكن في سبتمبر لعام 2023 بدأت دوريات تابعة للحكومة الفيدرالية في قطع هذه الأسلاك، الذي يقع جزء كبير منها على طول ضفتي نهر ريو غراندي، وهو النهر الذي يعبر منه المهاجرون إلى الولايات المتحدة. ما يجعل الوضع أكثر تعقيدا هو الدعم الذي يتلقاه حاكم ولاية تكساس من حكام جمهوريين آخرين، الأمر الذي حول القضية إلى معركة سياسية واسعة النطاق. استقول صحيفة الواشنطن بوست أن شبح الحرب الأهلية بات يخيم على البلاد، ففي ظل هذه الدراما السياسية المتصاعدة يجد حاكم ولاية تكساس نفسه في قلب عاصفة مثيرة، ويتحدى بشكل مباشر السلطة الفيدرالية الأمريكية، مما سيجعل الوضع يشتعل بتوتر لا يمكن التنبؤ بعواقبه. ولكن ما حدث قبل أيام أفزع الأمريكيين أن الحرب الأهلية قد بدأت. في عالم الإنترنت، حيث الأخبار تتطاير بسرعة البرق والحقائق تنسج بين الخطوط، ظهر مقطع فيديو مثير للجدل يزعم أنه يظهر دبابات تنتشر في تكساس دعما للحاكم. المشهد الذي يبدو كما لو كان مقتطفا من فيلم حول حرب أهلية محتملة في الولايات المتحدة، حصد مئات المشاركات عبر الشبكة الاجتماعية، مشعلا النار في الهشيم من التكهنات والفضول. أدت هذه المقاطع إلى اضطرابات في السوق الأمريكي،
ولكن كما هو الحال في التعتيم الإعلامي، كشفت الفيدرالية الأمريكية أن التحقيق كشف بعد تدقيق الأدلة والرموز، وذلك عن طريق شكل سيارات الشرطة وأرقام اللوحات، إلى أن الفيديو المتداول مصور في التشيلي وليس في تكساس كما يدعي الناشرون، إلا أن شهود عيان في تكساس أكدوا أن تلك اللقطات ضمن الأراضي الأمريكية، وأن الحكومة الفيدرالية تحاول إخفاء ما يجري هناك. مع هذا الانكشاف يبقى السؤال الأكبر، كيف سيتطور هذا الصراع بين ولاية تكساس والحكومة الأمريكية، إذ يعتبر المرشح الجمهوري دونالد ترامب الحليف الأقوى لحاكم ولاية تكساس، إذ يزيد الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين، وخصوصا بعد قيام دونالد ترامب بالتوجه إلى الجمهوريين بامتلاك السلاح. في هذا السياق المشحون بالتوتر والإثارة، يقف المشاهدون على أطراف أصابعهم يترقبون الفصل التالي في هذه الدراما السياسية، وما هي التطورات التي ستبرز من تلك الرواية الأمريكية؟ هل سيتمكن الطرفين من إيجاد أرضية مشتركة، أم أننا سنشهد انهيارا قريبا للوحدة الأمريكية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه الأسئلة، فتكساس رفعت راية التحدي، وقريبا ستنضم لها كاليفورنيا، إذ تعتبر ولايتي تكساس وكاليفورنيا من أغنى الولايات الأمريكية، وضمن 10 أغنى ولايات في العالم. فالانفصال عن أمريكا سيعفيها من دفع الضرائب الباهظة، ويجعلها مستقلة بمالها الخاص، كما أنها تتمتع بأقوى الوحدات الأمريكية في الجيش، أي أنها ستكون مستقلة مالياً وعسكرياً، وقادرة على زعزعة الولايات المتحدة وبشكل عميق.